يا رب السماوات والأرض، ليش من كل الناس اللي على الأرض اخترت ابني محمد البريء؟ إذا كنت ناوي تختبرني بتمنى ما يكون بابني. هو ما إله ذنب، خد روحي بداله. يمكن أنا غلطت كتير بحياتي، بس ابني ما له علاقة. يا ربي دخيلك، لا تحرق قلبي على محمد أو حدا من أولادي، لا تدوقني هالألم لأنه فوق طاقتي. محمد يا روح قلبي، يا أميري، يا نور عيني، يا قطعة من روحي، افتح عيونك، افتحهم وخليني اطمن عليك. عم بيقولوا وضعه كتير صعب، والسلطانة هيام يا حرام منهارة. ومين ممكن يساوي هيك بالأمير؟ ما الشغلة واضحة مثل عين الشمس. أكيد السلطانة ناهت دوران ورا القصة، مين بده يكون غيرها؟ أنت عم تتهمي السلطانة؟ قلي لي مين بده يكون غيرها؟ شو هاد اللي عم تقولي؟ وليش مين أنت؟ اصحك تقولي هالحكي مرة تانية. وإذا عدت شو رح تساوي؟ ليش يا مانو انت كيف تضربي؟ شيلي ايدك عني، اسحبي كلامك، احسن لك تسحبي كلامك. لاما وقفي شوي، خلص اهدي، خلص طولي بالك. الحمد لله على سلامته، الله يحمي ويطول بعمره يا رب. امين، الله يسمع منك. محمد. وأخيراً فاق يا سليمان وصحته منيحة الحمد لله. يا حبيب قلبي، الحمد والشكر لك يا الله أنك استجبت لدعواتنا. الحمد لله. كيفك يا ابني؟ منيح مولاي. كتير خفنا عليك يا محمد، بعد ما شفناك بخير رجعت لنا روحنا. مين كانوا هدول؟ ليش كانوا بدهم يقتلوك؟ ما كانوا بدهم يقتلوا أخوك، كانوا بدهم يقتلوك إلك. لا يا أمي، كنا واقفين وعم بحكي أنا وياه، شفت واحد رمى سهم باتجاه أخي، ركضت لبعده قام صابني إلي. محمد، أنا مديون بحياتي لإلك. كنت ساويت نفس الشي لو أنت مكاني. حبيبي انت لازم ترتاح، لا تتعب حالك. انا شو قلت لك يا بنت؟ انا عن جد مليت من تصرفاتك، لك فهميني انت شو قصتك؟ الحمد لله الامير محمد قام بالسلامه، ساووا عوامة ووزعوا عصير على الكل. الحمد لله على سلامته سلطانة، أنا رح أهتم بالموضوع. هاي البنت شو عاملة هالمرة؟ تصوري يا سلطانة، ضربتهم لجواري السلطانة هيام قدام الكل، البنات اشتكولي عليها، قال جنت وبصعوبة قدروا يهدوها. ديانا؟ حكوا شغلات مو منيحة عني أنا؟ هنن غلطوا بحقك يا سلطانة،
أخيرا صار في وحدة بهالقصر عم تدافع عني. سلطانة تركيها تروح. يا الله دخيلك دخيلك، لا تحرق قلبي على أخواتي. لا العرش ولا السلطنة بهموني أكثر منه، وإن شاء الله كل مين بيحاول يأذيهم يحترق بنار جهنم. مولاي، الموضوع اللي صار بالفترة الأخيرة وترنا كلياتنا، بس الحمد لله أخوك منيح. سامحني، محمد كان رح يموت بسببي أنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيك تعتبر أنه اللي صار درس لك يا مصطفى. لا تنسى بحياتك أنه عيلتك هي أهم من كل شيء بتملكه. بس تتحسن صحة محمد منيح رح نسافر، بس أنا مو مرتاح أبداً. كل الوقت رح يضل بالي مشغول لأنه في برا واحد خاين عم يحاول يقتل ابني. مولاي لا تاكل هم، رح نمسكه ورح أقطع له راسه بإيدي. مصطفى، أنت هلأ ولي عادي، مسؤوليتك كثير كبيرة. اوعك تسمع لهيك حوادث انه تتكرر. شفت شو صار بخطأ صغير، اخوك كان رح يروح فيها يا مصطفى. ادخل. ابو السعود، بس ما اكون ازعجتك. لا يا زينب، ما في ازعاج بنوب، خير ان شاء الله. ما بدك تاكل؟ انتو كلوا، انا لساتني مطول، في عندي شغل. خير يا زينب، باين في شي بدك تحكيه. أحمد كمان اليوم طلع وما قدرت أمنعه، حاسي إنه هالولد عم يغلط كتير وعم يخبص. الله وحده بيعرف وين عم بيروح. شو فينا نساوي يا أبو سعود؟ باشا، باشا سامحني، بس انجبرت انه ارجع اجي لعندك. شوفي، اجت السلطانة خديجة بعد ما حضرتك رحت، وهي مو حابة اني اشوف بنتي، عم تحاول تمنعني. لا تاكلي هم، ما حدا فيه يمنعك تشوفي بنتك، ومثل ما قلت لك بتجي باوقات مناسبة. والله الشي حرام، لساتها بنت صغيرة، بنتي بحاجتي وأنا بحاجة لأكون جنبها. شو معنات هالحكي؟ حضرتك ما رح تكون دائما جنبها، وأنا كمان بنتنا رح تربى من دون أم وأب. ضميرك رح يكون مرتاح ساعتها؟ هيك الظروف حكمت، ما فينا نساوي شي. فينا. شو رأيك أخذها؟ بتكون مع أمها على الأقل لحد ما تكبر. أنا فكرت بهذا الاحتمال، بس انتي مو لوحدك. شو نسيتي انك عن جديد تزوجتي؟ شو يا فريال، انتي مفكرة بقبل سلم بنتي لواحد مثل رستم؟ اذا اضطريت يا باشا بتطلق،
بنتي هي الشيء الوحيد اللي عم فكر فيه، وأنا ما بدي شيء غير ابنه. فريال روحي هلا وما عاد تجي. تفضل. إن شاء الله صحة. هالشوربة مدللة. أوه يا سلام، شو هالريحة الطيبة هاي؟ والله أنت يا شكري ما بتسوى ليرتين لولا طبخك الطيب. إيه بس مو شكري اللي مساوي الشوربة، هاي شطارة سنبول. شو قلت؟ أكيد عم تمزح. لا والله أنا ما عم بمزح، جاي عباله شوربة وأصر إنه هو اللي يطبخ. قالوا أنت كمان بتحب هاي الشوربة وطلب نقدم لك إياها لأنه أنت كتير بتحبها. والله أنا مستحيل أثق بسنبول آغا أبداً، أكيد بيكون حاطت سم بقلبه. نزار ليش هيك عم تقول على الزلمة؟ نسيته هديك المرة؟ وقت سمموا أكله للسلطان مشان يقتلوا فيروزة خانوم؟ خلاص روح، أصلاً أنت أكلت وصار اللي صار. بعد شوي رح نعرف إذا كان في سم ولا لا. بلال آغا ها؟ تعال عندي وكون من هاي اللي شوف. ما بقدر، شو شايفني مستغني عن روحي؟ انت قلت انه ما في شيء، شو صار؟ بعدين انت مو وظيفتك هون انك تدوق الاكل؟ تعال دوق لنا شوف. ليش انت امير او سلطان لحتى دوق من الشوربه تبعك؟ خلص بكفي حاجتكم بقى، تعال دوق له هالشوربه وخلصنا. بس كرمالك يا شكري اغا. عن جد هي أطيب شوربة بدوقة والله. شغلة يا آغا، صب لي صحن إلي كمان. بلال آغا. بلال شو صار له الزلمة؟ بلال يعني شوربة مسمومة، الله لا يوفقكم. ما أتقل دمكم، انتو خليكن عم تضحكوا. ايه انا هلا رح اروح لعند عفيفة خانو. ايه ما بيكون اسمي نزار اذا ما بخليها تطردكم. لا تطول. تعي لهون. خير شو بدك؟ مين انت؟ خليك عم تستنى برا بابا. روح قدامي بابا، روح قدامي من دم ساكت. يلا Thank you.
انتي لساتك فايق؟ فريال وين كنتي؟ فيني اعرف وين كنتي لهالوقت؟ انا قلت لك انه حابه روح شوفها لبنتي. شوفي بنتك ولا تشوفي ابراهيم؟ بالاول كان لازم روح احكي مع الباشا، طلبت منه يعطيني بنتي. كنت مفكرك وحدي أذكى من هيك. معقول الباشا يسلمك بنته بهالبساطة هاي؟ ولنفترض وافق، شو مفكرة انه انا رح اقبل؟ انت هلأ عم توقعي بالغلط نفسه. آغا لك، انت هلأ مرتي وكل الناس هون بتعرف هيك، ولهيك يا فريال من هون ورايح اوعك تحاولي تطلعي برات البيت من دون ما انا اسمح لك بهذا الشيء. فهمتي علي؟ فوتي على غرفتك. اليوم اجت لعندي فريال وقال إذا اضطرت بتطلق. بتكون فضلت على رستوماغ؟ أساساً هو أخذ إجباري عنه. مو هيك القصة يا نصوح. طبعاً هاي مشكلتهم إلهم، أنا ما دخلني فيها. ممكن أسألك سؤال يا باشا؟ طالما السلطانة خديجة طلبت تأخذ البنت على القصر، ليش أنت ما قبلت؟ مو هذا اللي كان بدك إياه؟ بالعكس أنا ما ردت هالشي أبداً يا نصوح أفندي. السلطانة هيام هي اللي بعتتها لبنتي على القصر، ولو سلمتني إياها بإيدي كان مستحيل أقبل أخذها على قصري، لأنه أنا حابب بنتي تربى وهي حرة وما تكون أسيرة لحدا ولا حدا يضطهدها. طيب وشو مشان أولادك التانيين يا باشا؟ اللي هدن كيف بدهم يربوا؟ ما بعرف. هلا أكيد كلهم مهمين بالنسبة لي وما في فرق بيناتهم أبدا، بس هدول كان قدرهم أنه يخلقوا من السلالة العثمانية. طبعا أنا رح ساوي المستحيل لحتى أرعاهم وأهتم فيهم. أحمد ابني. أنت اطلعي لفوق بسرعة. أحمد وين كنت؟ عم أقول لك اطلعي لفوق بسرعة. تعال لهون، تعال لهون، خلينا نحكي شوي مع بعضنا. ما في شي لحتى نحكي فيه. ما في شي لنحكي فيه. أنا لميتك من جواد بيوت الدعارة والخمارة المحرمة بنص الليل وبتقلي ما في شي نحكيه؟ معقول؟ أنت شو بدك فيه؟ تركني بحالي. ابني حبيبي، أنت واحد مدرس من أفضل المدرسين هون. ليك أنت شاب ذكي وإلك مستقبل بهالدولة هي، والكل هون بيشوفك قدوة للولد الصالح. شوف، كل واحد منا لازم يفكر منيح كيف يشتغل بضمير مشان يعلي ديننا ودولتنا، وانت شاغل لي فكرك بالسهرات وعربدة الخمارات. والله أنا مو فهمان كيف انت هيك عم تساوي. مو شايف أي غلط بتصرفاتي، أنا هيك كتير مبسوط. أصلاً هي هون المشكلة يا ابني، كيف مانك شايف انه هالبهدلة هي ما بتليق فيك أبداً؟
يعني لا سمح الله شو راح نساوي وقتها إذا شي واحد شافك أو سمع إنك عم تروح لهنيك؟ إذا أنت ما عم تفكر بهذا الشيء أصبح أنت ما بتهمك لا سمعتك ولا سمعت أبوك. أنا وظيفتي عم قوم فيها على أكمل وجه، بس حياتي الخاصة ما حدا إله أي علاقة فيها. أنا لسه لهلأ عم أستوعبك وعم أحكي معك بهدوء، بس لمعلوماتك أنا صبري عليك في إله حدود يا أحمد. حتى لو ضربتني أنا ما رح أتغير، أنا ما بشبهك. سلطانة فكرتك ما رح تجي. وهي اجيت بس ما عندي وقت كتير لأنه عم يستنوني. حتى أني ما قدرت قلك الحمد لله على سلامة أخوك. بعتبر حالي مسؤول لأنه كان لازم انتبه أكثر. لا تقول هيك، أنا واثقة أنك قمت بواجبك وأصلاً أخي تعافى. هذا اللي عم بيواسيني. سلطانة بجيتك أنا رجعت الروح لقلبي، بس ما بعرف كيف رح يقدر يقاوم بعدك عنه. قلي لي شو لازم ساوي يا سلطانة، دليني على طريقة مشان أقدر شوفك. تشالي جالي، الموضوع مو سهل بنوب وفي خطورة كتير. بساوي أي شي مشان شوفك للحظة يا سلطانة، ولا شي بيريحني بهالكون غير شوفة عيونك. مستحيل أقدر أجي لهون مرة تانية، بس أنت فيك تجي. مظبوط كلامي؟ عم يوجعك شي؟ لا أنا منيح، بس حنروح من هون بدون ما نطلع على الصيد. إن شاء الله منروح مرة تانية أخي. ما بدي هيك أخطاء مرة تانية، عم تفهمني؟ ما بيصير إنه تغمض عينك أبداً عن الشي اللي عم يساوي الأمير. بعدين وظيفتك إنك ترشده على الطريق الصحيح. سامحني مولاي السلطان، بس أنا أنت يا شيخ عم تمثل إرادتي هون، أنت المسؤول قدامي. كل شي بيساوي مصطفى بدي يكون عندي خبر فيه، ولأقول عباس آغا فوراً وعاقبه دغري، وحكي مع مصطفى بخصوص هديك البنت. أنا مستحيل إنه يقبل يكتب كتابه عليها، عم تفهم علي؟ دستور مريم وينا؟ ما إجيت، قالوا لي طلعت قدامنا. خلص ماشي، أنا رح حاول أكتب لك لما بصير الوقت مناسب، وأنت كمان حاول تكتب لي. طبعاً يا سلطانة، بس ما بعرف إذا رح أقدر أكتب شعر لأنه مو سهل وأنت بعيدة عني. سلطانة سامحيني، بس نحن صار لازم نروح، كتير تأخرنا. طيب زمرد آغا يلا جاي. جالي جالي بشوفك بعدين. سلطانة في شغلة حابب أعطيك إياها، طوق صغير بتمنى أنك تقبلي مني، وإن شاء الله أنه يعجبك يا سلطانة. حلو كتير. ليس لحبي أي حدود، ولا أخشى ما في طريقي من سدود، لأني حين ألمح وجه حبيبي تزول كل الحواجز والقيود. عين حبيبي لن تغيب عن عيني، وعطره لن يفارق هذا الوجود. كل أنفاس حبيبي من المسك، فكيف أشرح شعوري والشرح يطول. كل الورود تغار منك وأنا أغار من الضوء على هذه الخدود. سلطانة
مولاي سامحني إذا تأخرت عليك. أنت منيحة؟ منيحة، بس نسيت شوية أغراض ورحت لحتى أجيبهم. سلطانة، حبيت هالقصر وقضيت فيه وقت كتير حلو. شكراً لكم. تشرفت بزيارتكم. أخي مصطفى، ما بعرف إمتى رح نلتقي مرة تانية يا هيام، بس ما بتوقع تكونوا بهالقصر. بيوم من الأيام رح أرجع عاسطنبول، وقتها مصطفى رح يكون معي، وقتها رح ودعك مثل ما أنت ودعتيني، لأنك رح تضطري تتركي هداك القصر. آخ يا ناهي الدوران، أنت بتعرفي ليش الأمير مصطفى مانو محظوظ بحياته بنوم؟ لأنه ببساطة ولد وعنده أم مثلك. مريم، مثل ما أمرت نحن مستمرين بالمحادثات مع الفرنسيين، وعم يستنوا أمر حضرتك لتستقبلهم بالوقت المناسب. هلأ مو جاي عبالي شوف حدا. مولاي قالوا لي أنه الأمير محمد انصاب خلال الصيد، زعلت كتير عليه. الله يحميه إن شاء الله. هو ما انصاب بالصيد، بس نحن هيك قلنا للناس. الحقيقة إنه كان في واحد بده يقتله للأمير مصطفى، بس إجا سهم بالغلط بمحمد. ومين بيتجرأ يعمل هيك؟ دستور! حضرة السلطانة هيام شرفت. نزار آغا، جيبوا الهدايا اللي جبتن معي ووزعون على الجواري. تحت أمرك سلطانة. سلطانة، إن شاء الله تكوني قضيتي وقت حلو هنيك. إيه عفيفة خانم، بس مبسوطة أني رجعت لهون. طبيعي هالشي، الأمراء عم يستنوا حضرتك بجناحهم حتى تروحي لعندهم وتشوفيهم. كتير اشتاقوا لحضرتك. وأنا كمان والله اشتقت لهم كتير. قولي لي عفيفة خانم، كيف أمور الحرم لك؟ الأمور منيحة يا سلطانة، ما في أي مشكلة. حضرتك روحي ارتاحي هلأ، وأنا بعدين بيجي بقدم لك المعلومات كلها. أي ماشي عفيفة ماشي. الله كنت رح أخسر ابني، ومشان سبب كتير تافه. أنا رح أهتم بهذا الموضوع فورا يا مولاي، لا تاكلوا هم، أكيد رح ينحل. أنت عندك مشاكلك الخاصة يا إبراهيم، ولازم تهتم فيها أكتر. يا مولاي أنا ما في شي بيهمني غير أني حافظ على جلالتك وعلى كافة أفراد السلالة. فيك تروح إذا ما في شي تاني. في موضوع يا مولاي، الست فيروزة وقعت عن ظهر الحصان. وهلأ كيف وضعها؟ ما في شي مهم، شوية ردود بسيطة. كيف صار الموضوع؟ رستم أغا مقدم الحصان، وعم بيقول إنه هالحصان هدية من جلالتك. هدية مني؟ هيك عم بيقول رستم أغا. جلالتك أمرته يقدم الحصان هدية لست فيروزة؟ إيه هالكلام مزبوط. وين اسطنبول آغا؟ راح يتطمن على الأمير محمد يا سلطانة. لكن بس يخلص خليه يجي لعندي لنشوف شو عملوا بهي اللي اسمها فيروزة. موسيقى
سليمان. فيروزة. أخيراً رجعت لهون. حسيت إنه طولت كتير، كأنه صار لك سنين بعيد عني. أنت منيحة. قالوا لي وقعتي عن الحصان. مو مهم يا مولاي. كيف وقعتي؟ والله ما بعرف، ما شفت حالي إلا واقعة. بس رستم آغا لقاني ورجعني على القصر. ولما شفتك وجعي كله راح. أنت دائي ودوائي يا سلطان.